أولادي وأحفظهم. أختك جاي لها عريس. روح. بس عمري ما كنت أتخيل إن الزرعة تعيش وإنتي اللي تموتي. أنا عايز أتجوزك أروح وفي أسرع وقت. أبوك دلوقتي لا حمل جواز ولا جهاز. مش هستسلم. وانتوا هتسيبوا البيت ده ذوق عافية هتسيبوه. الحقني يا هادي. شطة ديلي قول كلام وحش عن أخت. لما تحب تعمل ذكر وبعمل اللقطة دي على أهل بيتك. برضو قاعد تتسير مع أم مروة. التلاجة بقت عبارة عن دولاب. هنبقى نصلحها. أنا أبطبص لأم مروة؟ طيب ما بطبص لمروة. أدي كل جوجوروفا وأهله يسمعوا هالحكي. من اليوم ورايح أمير يمان صار ابني كمان. في حال أنا صار لي شيء سوزان وابني أماني برقبتك وأمني على جوليا وعدنان كمان. أمن عوليده رح نحقق أحلامنا حتى لو تأخرنا فيها. وقرروا يعيشوا حلم مع بعضهم. أنا كل يوم بشكر ربي إنه الله بعدتك بطريقي وحبيتك. مرارة الحب ما في غير الوقت رح يفرقنا عن بعض. ما رح أتركك حتى لو تفسر منامي وأنا تعزرين وابدياني عجيان. بنرجع لمصلحتنا الأساسية. خلصت مهلتنا لك الآن. إذا بتقرب على عائلتي يا أبو كرمو لأحرق الأخضر واليابس. خلص نحن ما ضل شي بيجمعنا. باركولي أنا اتطلقت لك الآن. جابنا تحت الأرض. سلم على حبايبك. عندي حل مشكلة التوزيع تبعي. مش معقول تلاقي مشوي يعني ما يطلع لك معنا كبية عصير. مرسي. بعدين ما انت تركت الورقة انه نحن ناطرينه هون، بلكي شي حدا بيعرف شي عن رامي بده يبلغنا، ما بيلاقينا. الهوشة جاية وخر انت وهو وخر. خليني اغني ابي هالتحدي ولع. خليني اغني زي ما تغني ما حكامش. تتحداني؟ هي فرصة وجاية عندي بس ده مكاني. ما تفتكرش ان انت لوحدك. انا عايز اغني مش هنبطل زنزن. خلي عينك علي ودايما احكي الحق. خدها مني ولا اقولك listen to me now. انا حسيطر ايوه حسيطر. هي خطوة واحدة وحتفرق على الهواء. اقول واغني فرصة جات عندي وباخذها مهما كان التحدي. باقيلي خطوة واحدة خطوة اكون ستار. باقيلي خطوة واحدة خطوة اكون ستار. الجديد والتنوع هم اساس المتعة. وعشان تستمتع اكتر بتلفزيونك العربي اعرف اكتر عن ما يعرض على قنوات سلينج عربيك تي في. كل اللي عليك اضغط على ماي تي في من حسابك الخاص على سلينج ثم على جايد ثم اضغط سلينج سنترال عربيك تشانل ومنه هتشوف الخدمات اللي بنقدمها لك زي الابكامينج ريليسز اللي بتعرض لك بروموز العروض الجديدة على قنواتنا، الاكسايتينج بريفيوز اللي من خلاله بنرشح لك أجدد وأقوى 5 عروض بتتعرض على قنواتنا، العربيك ريفيوز اللي هتعرف منه رأي بعض المشاهدين وتتعرف أكتر على ما يعرض بقنواتنا، حواديت النجوم اللي هتعرف منها معلومات أكتر عن نجمك المفضل، الكول سلينج فيتشرز هتقدر تتعرف على مميزات تطبيق سلينج، بالإضافة للهاو تو فيديوز هتعرفك على طريقة استخدام تطبيق سلينج. بجانب Arabic Recipes بنعرض لك طرق عمل أشهى وأشهر الأكلات اللي بتميز كل دولة من دول الوطن العربي. سلينج Arabic TV تلفزيونك العربي.